نبيل العربي يعتبر لا بارقة أمل في نجاح مهمة الإبراهيمي في سوريا، وصواريخ الباتريوت في طريقها إلى الحدود التركية السورية. اليوم تحولت الأزمة السورية نزاعا حقيقيا، فبعد التحايل على المعارك ومحاولة نفي ما يحصل في سوريا، حولت خطوة الجيش السوري الأزمة إلى مسار آخر من خلال إعلان تشكيل قوة موازية للجيش مؤلفة من مدنيين مسلحين لمساعدة قوات النظام على خوض حرب تزداد صعوبة على الأرض مع المجموعات المقاتلة. على صعيد ثاني، انشغل حديث الرئيس السوري بشار الأسد لوكالة إيرانية الرأي العام بسبب اللغط بشأن تأكيد حصولها أو نفيه. الأسد أكد في المقابلة أن ما يحصل في سوريا لا هو ثورة ولا ربيع، إنما عبارة عن أعمال إرهابية لتدمير البلاد. وفي معرض الحديث عن دول الجوار أشار بشكل خاص إلى حمص، حيث هناك إمداد مستمر للمسلحين فيها غامزا من قناة القرب من الحدود اللبنانية. في تركيا باشرت قوات حلف شمال الأطلسي نشر صواريخ الباتريوت التي وصلت إلى المرافق التركية لحماية تركيا من الهجمات المحتملة عليها. بطاريات الصواريخ ستصبح جاهزة في مطلع شباط في ثلاث مناطق جنوب شرق تركيا. من جهة ثانية، أرجأت المعارضة إعلان تشكيلة الحكومة في المنفى في انتظار ضمان المؤيدين لها بدعمها ماليا وسياسيا، وكانت أولى الخطوات المتعلقة بهذا الموضوع زيارة خاطفة لرئيس الائتلاف معاذ الخطيب إلى قطر.